في هذه الأثناء يهبط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض مطار كازان استعدادا لمشاركة سيادته في فعاليات هذه القمة الدورية السنوية الهامة، قمة دول تجمع البريكس العام 2024. السيد الرئيس يصافح مستقبليه من كبار رجال الدولة التتارية وعلى رأسهم الرئيس التتاري وأيضا أعضاء الحكومة الروسية، بالإضافة أيضا إلى أعضاء السفارة المصرية لدى موسكو. هذه الزيارة كما أشرنا هي تأتي بعد انضمام مصر رسميا إلى دول تجمع البريكس مطلع العام الجاري، وتعكس اهتمام كبير لدى القيادة السياسية المصرية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي تحديدا بين مصر من جانب وبين دول هذه المجموعة الاقتصادية الواعدة. هذه المجموعة الاقتصادية تضم الآن 10 دول، كان آخر المنضمين 5 دول مطلع العام الجاري، في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بالإضافة بطبيعة الأحوال إلى الأعضاء المؤسسون روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا. السيد الرئيس استعرض حرس الشرف الرمزي في مستهل هذه الزيارة الهامة، واستعد للتوجه إلى مقر إقامة سيادته إذانا ببدء فعاليات هذه الزيارة الهامة التي ستشهد مشاركة السيد الرئيس في اجتماعات البريكس والبريكس بلس، ويلقي خلال هذه الاجتماعات كلمتي مصر الهامتين أمام هذه الاجتماعات، يستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية وتحركات السياسة الخارجية المصرية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعيد أيضا تعزيز صوت الدول الجنوب والدول النامية في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القضايا الملحة المطروحة على أجندة العمل سواء العمل الإقليمي أو العمل الدولي بشكل عام.